منهج السلف هذا شعار الآن يستخدم بطريقة طاغوتية، منهج السلف منهج السلف، وكل يدعي وصلا بليلة. وهذا السلف لن تسأل عنهم يوم القيامة ولا ينفعونك بقرشين. السلف هؤلاء لو اجتمعوا جميعا ليشفعوا لك يوم القيامة وأنت اتخذتهم سبيلا غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، تركت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله ما ينفعونك بشيء، والله ما ينفعونك بشيء أصلا، لا قرشين ولا غير قرشين. هذا شعار الآن يتخذ، وأكثر من يستخدمه منهم أعوان الطواغيت. لتعرفوا قيمة هذا الشعار، أعوان الطواغيت اللي تجدهم آمنين مطمئنين في حماية الطواغيت، بعضهم يمشي بموكب، بعضهم الطاغوت أحسن أخلاقا منه، أحسن أخلاق، والله بعض العلماء هؤلاء أخص وأسوأ خلقا من ربه الذي يعبده. ربه، هذه عبارات القرآن، من يطيع في معصية الله شخصا فقد اتخذه ربا، اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن هذا الشعار منهج السلف والسلفية، وتستخدم للسكوت عن المظالم، وتمجيد ولاة الأمور كما يسمونهم كبار المجرمين في الأرض، وتخدير عباد الله عز وجل، والسكوت عن المظالم، هذا شعار طاغوتي من أخبث الشعارات الآن أصبح يستخدم من هؤلاء أعوان الظالمين وأحذية الظالمين أكرمكم الله. أمة ميديا تي في.